احنا اليوم في كربلاء زار مقر قيادة عمليات كربلاء السيد معالي وزير الدفاع المحترم، وتفقد المحور الشرقي الخاص بوزارة الدفاع، وأوعز بعدة توجيهات لقيادة المحور المتمثل بالفرقة التاسعة وقيادة القوات البرية، وعزز هذا المحور بسرايا من التموين النقل ومفارز من الإسعاف الطبابة العسكرية، وكذلك دعم قيادة عمليات كربلاء. احنا حقيقة نشيد بدور وزارة الدفاع في الخطة الأمنية الخاصة بحماية زوار أربعينية الإمام الحسين خلال هذا العام، ووجودها الميداني سواء في العمل الخطة الأمنية أو بالخطة الخدمية. طبعا لحد الآن أعداد الداخلي المنافذ عبر 1,750,000 لغاية اليوم، وبزيادة يعني مستمرة. أيضا يعني ثقل الزيارة الآن يتركز في محافظات النجف وبابل وبغداد باتجاه كربلاء المقدسة. لغاية الآن طبعا احنا لم يتم يعني عمل أي قطوعات. السيد قائد عمليات كربلاء الليلة الماضية درسنا موضوع القطوعات وتين أنه أجله، فقط صار تحديد لدخول العجلات الصالون في المحاور الثلاثة باتجاهات يعني قبل المدينة القديمة، يعني داخل المحافظة موجودة لكن داخل المدينة القديمة سمحنا بدخول عجلات النقل الجماعي الباصات. وأيضا يعني نطلب من كل الأخوان الزائرين أنه يستخدمون وسائل النقل الجماعي، لأنه المدينة يعني راح تكتظ بالزائرين وكذلك بعجلات النقل الخاص. لله الحمد يعني لا زال الزائرين يقصدون يعني الجراج الموجود داخل المدينة وباتجاه محافظاتهم. الأمور الخدمية ميسرة ومؤمنة بوجود الأخ رئيس اللجنة الخدمية. ما عندنا أي مشاكل في إسناد كل يعني كل المواكب الحسينية الموجودة، السادة المحافظين ويانا، السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة توجيهاته بإسناد كل المحافظات بقضايا الصحة والكهرباء وكل الأمور اللوجستية الخاصة بدعم هذه الزيارة.